الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. ليس دأبي في هذه الخطب أنا أتحدث عمن بيني وبينهم نسب، لكي لا يفسر ويتصور أنني بصدد المفاخرة بما كانوا يمتلكون من عظمة وأدب، نحن البشر فخرنا الأكبر والأول والأولى هو أن لنا ربا هو الله سبحانه وتعالى. كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، كما في المناجات الواردة عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ونحن شيعة علي صلوات الله عليه، فخرنا الثاني هو أن لنا سادة هم محمد وآل محمد فبعده تعالى وبعدهم صلوات الله عليهم. لا نحتاج إلى أن نفتخر بشخص آخر أو شيء آخر، لا أريد أن أفتخر، إنما هذا اليوم يصادف ذكرى مرور 40 سنة بالضبط على استشهاد المفكر الإسلامي الكبير الفقيه المجاهد آية الله السيد حسن ابن مهدي الحسيني الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. ومن الصدف أنه في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، وفي مثل هذا اليوم من الشهر في 16 من جمادى الثانية 1400، هذا اليوم يوم الجمعة، وهذا اليوم هو اليوم 16 من جمادى الثانية، بتخطيط طبعا فيما بعد تبينت جوانب عن المؤامرة، بتخطيط وتنسيق بين 3 حكومات طاغية ظالمة آنذاك
رشقوا هذا السيد بوابل من الرصاص، عشرات من الرصاصات أطلقوها عليه فاستشهد في محله. وأنا أتذكر تلك المصيبة وتلك اللوعة والألم، أنا كنت آنذاك في 9 من عمري، أتذكر الألم والمصيبة التي حلت بنا بسبب هذه الفاجعة، والحمد لله على كل حال لم يكن أول شهيد في هذا الطريق وسوف لن يكون آخر شهيد في هذا الطريق. قبل فترة أحد العلماء فقيه كنت أتحدث معه عن موضوع، بالمناسبة تطرق إلى شخصيات عبقرية عظيمة رآهم في حياته، وبالمناسبة ذكر الشهيد الفقيه الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، فقال هذه عبارته، قال: أنا لو كنت من العوام ولست منهم لادعيت له مقامات ولادعيت له قدرات خارقة، ولكن لم يكن كذلك، كان شخصا عاديا في قدراته الجسمانية، كان شخصا عاديا في قدراته الذهنية، ولكن رغم ذلك صنع شيئا تعجز أمة كاملة من صناعتها، بنفسه بوحده صنع شيئا عظيما جدا، مع أنه حياته الذي يلاحظها يراه إنسانا عاديا، ما كانت هناك قدرات خارقة عنده، إنسان عادي، ولكن الذي أداه كان عظيما جدا في مجال العلم والفكر والعمل. ما هو السبب؟ هو قال: لا أدري، أنا أقول السبب. وهو أيضا يعرف هذا السبب، السبب كلمة واحدة: الارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى، التفاني في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نقطة العظمة، سر العظمة هذه الكلمة. كان إنسانا عاديا. أنا طبعا أتذكره بعض الشيء ولكن لا أتذكر عظمته. في أيام الطفولة أتذكر زار الكويت، المقدار الذي أنا أتذكر مرتين، لعله هو زار الكويت أكثر من مرتين، أنا أتذكر مرتين، لا أتذكر من عظمته. في أيام الطفولة الإنسان لا يدرك هذه الأمور، ولكن أتذكر بسمته التي بمقدار ما أتذكر ما كانت تفارق شفتيه، أتذكر لطفه بالأطفال باعتبار أنا كنت في ذلك الوقت معهم. ولكن الذي يعطي هذه العبقرية الاستثنائية هو الارتباط بالمصدر الاستثنائي. المصدر الاستثنائي محمد وآل محمد صلوات الله عليه محمد وآل محمد. كلما كان هذا الارتباط أوثق أعمق، كلما كان التفاني بمعنى التفاني، التفاني يعني أن الشخص لا يلاحظ جوانب ثانية فيما إذا وصلت القضية إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. التفاني بمعنى التفاني، التفاني تعطي قدرة، القدرة ليست قدرة جسمانية وليست قدرة في الذهن، قدرة ما وراء هذه القدرات. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات يوم
قرأ قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فقال، خطب خطبة أو له كلام، فينا أجل بلاغة هذه الخطبة أو هذا الكلام النوراني موجود، قال فيما قال: ما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، بين فترة وأخرى لله عز وجل ماذا؟ وفي أزمان الفترات عباد، بين فترة وأخرى لله عز وجل عباد. ما هي ميزة هؤلاء العباد؟ ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة. هذا سر العظمة. هؤلاء أحيانا البعض منهم، أنا رأيت بعض هؤلاء العظماء، أحيانا يراه الإنسان يخبر عن مغيبات، هذا الشخص يعلم الغيب؟ لا، علم الغيب المطلق مختص بآل محمد صلوات الله عليه. فكيف يخبر بالمغيبات؟ السر هذا، ناجاهم في فكرهم، ليست المناجات كمناجات مع الأنبياء، لا، هذه مناجات مع الفكر. كلمهم في ذات عقولهم، الله عز وجل ما كلم هؤلاء كما كلم موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، هذا الكلام ما كان كلام خلق صوت، كان كلام في ذات عقولهم. هذا النور ما كان نورا يرى بالعين، هذا نور. فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة. هذا الشخص العظيم العبقري الإلهي الذي يخبر بالمغيبات، هو لا يعلم الغيب، علم الغيب ليس لهؤلاء الأشخاص، إنما المؤمن ينظر بنور الله، عنده نور في بصره، نور في سمعه، نور في فؤاده، نور حجب قليلة بسبب هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب هذا الارتباط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الحجب تقل، فتراه يخبر عن أشياء لا يعرفها الناس. أن المؤمن ينظر بنور الله، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة، يذكرون بأيام الله، عملهم هذا، همهم هذا، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه، ومن خاف مقام ربه، الله عز وجل مقامه مخيف، عدالته مخيفة، الله عادل، مشكلتنا مع عدالة الله سبحانه وتعالى، نخاف من عدالة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يجعل ميزانا ما أعطانا وما عملنا، خوفنا من هذا. ومن خاف مقام ربه، الله يظلم؟ حاشا لله، لا يظلم، الله عادل، ولكن الخوف من عدالته، إن أراد أن لا يعاملنا بفضله، أراد أن يعاملنا بعدله، الخوف هنا، نحن نرجو أن يعاملنا بفضله. هؤلاء الخيار الذين الله سبحانه وتعالى بين فترة وأخرى يجعلهم، ماذا يصنعون؟ يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه، بمنزلة هؤلاء، بمنزلة الأدلة في الفلوات. أنت في صحراء قاحلة مترامية الأطراف، لا تعلم من أين تسير، أحوج ما تكون إلى دليل، إلى من يدلك. هؤلاء أدلة في الفلوات، هؤلاء أدلة في الصحراء، في الصحراء من الذي يدل؟ إن جاءك دليل، هؤلاء هم الأدلة في الفلوات، الفلوات هي الصحراء، بمنزلة الأدلة في الفلوات. من أخذ
طريقة هؤلاء هكذا، من أخذ من الناس يعني القصد الذي مشي مشية صحيحة يشجعونه، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، يشوقون الناس الذين يمشون مشية صحيحة. ومن أخذ يمينا وشمالا، الذي انحرف عن الجادة يمينا وشمالا، يخوفونه يبينون له خطر هذا الطريق، أنت انحرفت. ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، هذه صحراء، انتبه إذا أخذت يمينا أو شمالا عن الجادة ستهلك، تبقى في الصحراء إلى أن تموت أو تأكلك الحيوانات المفترسة. في الأمور المعنوية هكذا يصنعون هؤلاء. ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات، في الظلمة المصابيح هؤلاء، وأدلة تلك الشبهات، إلى آخر كلامه الشريف. هذا الموضوع أسباب عظمة العظماء الإلهيين، هذا موضوع نتركه الآن لأننا على أبواب الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة العظيمة، الذكرى التي الله سبحانه وتعالى هيئ السماوات والأراضين لها، الذكرى التي تهيئت الجنان، تهيئت السماوات، تهيئ العرش والكرسي لهذه الذكرى، ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا، من النعم الكبيرة علينا التي تعودنا عليها وعادة لا نعرف قيمتها، ذكريات أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذكريات أفراح حقيقية، ذكريات أفراح واقعية. الآخرون ما عندهم هكذا ذكريات أفراح، ماذا يصنعون؟ الآخرون انقسموا إلى فئتين، الفئة الأولى اضطرت أن تصنع لأنفسها ذكريات أفراح اعتبارية، ذكريات أفراح وهمية، ذكريات أفراح تافهة، ما عندهم، ماذا يصنعون؟ صنعوا ذكريات أفراح تافهة، ذكريات أفراح لا معنى صحيح لها. في يوم مولده الشخص يحتفل، وثم ماذا؟ يعني في يوم مولدك ماذا حدث؟ حدث شيء عظيم في هذه السماوات والأراضين، يوم فرحة كبيرة مثلا لأنك ولدت، حال هذا اليوم حال سائر الأيام، أنا ولدت في النصف من الشهر الأول مثلا، في النصف الأول، وثم ماذا؟ في اليوم الفلاني ولدت، وثم ماذا؟ حدث شيء؟ توجد بهجة الآن في السماوات بسبب ولادتي مثلا أنا؟ احتفالات تافه لا معنى لها. ولكن هؤلاء مضطرون، ما عندهم احتفالات حقيقية، ما عندهم أفراح واقعية، اصطنعوا لأنفسهم أفراح. الفرح شيء موجود في نفس الإنسان، حاجة في الإنسان، الإنسان يحتاج إلى فرح، إلى إظهار الفرح، يحتاج إلى احتفال، هذه حاجة. ما كانت عندهم أمور طبيعية صحيحة واقعية يحتفلون بها، احتفلوا بتوافه هؤلاء الفئة الأولى.
الفئة الثانية وهم أسوأ من الفئة الأولى، هؤلاء الذين اعتبروا كل شيء بدعة، كل شيء حرام، لا احتفال، لا إظهار فرح. فقست قلوبهم، أصبحت قلوبهم قاسية. الفرح من حاجة الإنسان، الضحك من حاجة الإنسان، هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان، وأنه هو أضحك وأبكى شيء محل حاجة الإنسان. حرموا كل شيء، أغلقوا كل الأبواب، فقست قلوبهم. هذه تأتي بقسوة في القلب شديدة جدا كما حصلت لهم. ولكننا بفضل الله عز وجل، ببركات هؤلاء الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، عندنا احتفالات حقيقية، أفراح حقيقية. إخواني، عيد الغدير يوم حقيقة عظيم، يوم حقيقة فرح. أنا عندما أفرح في يوم الغدير، في يوم الغدير فرحت السماوات والأرضون، فرحت الملائكة، فرحت الجمادات، كل شيء احتفل. يوم الغدير حدث فيه حدث سار عظيم جدا في السماوات والأرضين، في الجنان، شيء واقعي حقيقي حدث. وما حدث وانتهى، في كل سنة بعض تلك البركات والآثار، بعض تلك الأفراح تتجدد في كل سنة. الاحتفال العظيم الذي يقام في كل سنة في الفردوس الأعلى، يجتمع فيه جميع ملائكة السماء، احتفال جدا عظيم في كل سنة، في يوم الغدير يحتفلون. يعني الاحتفال موجود، الفرحة لا زالت باقية، آثار الفرحة موجودة. إخواني، في يوم الغدير الله سبحانه وتعالى يعتق من النار أكثر من مجموع من أعتقهم من النار طيلة أيام السنة. احسب كل، اللهم صل على كل من يعتقهم طيلة أيام السنة، كم عددهم كلهم في كفة؟ في يوم الغدير الله عز وجل يعتق أكثر من كل ذلك العدد. إخواني، الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا مجرد اعتبار. نحن هكذا نصنع، البشر أحيانا يصنع شيء مجرد اعتبار، لا حقيقة وراء هذا الاعتبار. الله عز وجل لا يصنع هذا الشيء. عندما يعتق هذا العدد في يوم الغدير، يعني أن وراء هذا الشيء يوجد شيء واقعي، يوجد أثر عظيم واقعي. في كل سنة هذا يحدث، يعني في كل سنة فرحة واقعية. العتق من النار أكبر فرحة لإنسان. توجد فرحة أكبر من هذه الفرحة؟ شخص يكون من أهل جهنم، الله عز وجل يعتق رقبته من النار، توجد فرحة أكبر من هذه الفرحة؟ لا. هذه الفرحة الكبرى يصنعها في يوم الغدير، الله عز وجل يصنعها في يوم الغدير أكثر من أي يوم آخر، يعني فرحة واقعية. أنا عندما أحتفل بيوم عيد الغدير، يوم عيد الغدير فرحة حقيقية. يوم تاسع ربيع الأول، يوم فرحة الزهراء صلوات الله عليها، فرحة حقيقية. في كل سنة حدث شيء عظيم، شيء سار حدث قبل أكثر من 14 قرنا، وفي كل سنة يتجدد بعض آثار تلك الفرحة. الرواية الشريفة التي تتحدث عن التاسع من ربيع الأول تتحدث عن بركات تتجدد في كل سنة. يوم المبعث النبوي الشريف يوم حقيقة احتفال، يوم حقيقة فرح، فرح عظيم صار ويتجدد بعض آثار تلك الفرحة. أيام مواليد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيام فرح حقيقية. تعلمون هناك حديث شريف مضمونه أنه اليوم الذي ولد فيه المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولد واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام من المعصومين 14 صلوات الله عليهم، في ذلك اليوم لا يولد في شرق الأرض ولا غربها، نفس اليوم الذي ولد فيه المعصوم، لا لم يولد في شرق الأرض ولا غرب الأرض ولدا إلا كان مؤمنا. في ذلك اليوم حدث هذا الحدث العظيم، كل المولودين في ذلك اليوم كانوا من الصالحين، حدث جدا كبير. طبعا هذا الشيء كم منه يتكرر في كل سنة لا أعلم، ولكن هذه الفرحة فرحة كبيرة حقيقية، حدث شيء حقيقي. كيف لا يولد في شرق الأرض وغربها مولود إلا كان مؤمنا؟ معنى ذلك أنه نزلت بركة استثنائية في أيام السنة العادية. يولد بعض الناس
المؤمنين ويولد بعض الناس غير المؤمنين. هذا حدث طبعا في نفس اليوم المولد الشريف. في ذكريات ذلك المولد الشريف ما الذي يحدث من البركات؟ كبركات كثيرة، ولذا ورد يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه أفراح واقعية حقيقية، نحن قد غمرتنا نعم الله سبحانه وتعالى، عندنا نعم، من جملة النعم هذه النعم، احتفالاتنا أفراحنا أفراح حقيقية واقعية. والعجب من بعضنا مع وجود هذه الاحتفالات الحقيقية الواقعية يذهب إلى احتفالات أقل ما يقال عنها أنها توافه. هذه الاحتفالات التي على الأقل لا معنى لها، احتفال بيوم مولدي مثلا، لا أدرك شيئا مهما حصل في يوم مولدي مثلا، اليوم العاشر من الشهر الأول مثلا، ما الفرق بين هذا اليوم وبين يوم الحادي عشر من الشهر الأول؟ لا فرق. هم صنعوا هذا الشيء للحاجة، هم مضطرون، ما عندهم. أنت عندك، أنت لماذا تذهب؟ هو مجبور، هو يريد أن يظهر شيئا موجودا خلقه الله سبحانه وتعالى في داخله، لا يعرف كيف يظهره، ما عنده طريق صحيح يظهره بطريق توافه. أنت عندك، بعبارة أخرى هو مضطر، أنت لست مضطرا. هو يأكل الميتة كأكل الميتة في الصحراء، شخص كاد أن يموت ما عنده إلا ميتة يأكله، من حقه، مضطر. أنت جالس في دارك تأكل ميتة، ليس صحيحا. أنا لا أقول الاحتفال بأيام مواليدنا عمل حرام، لا ولا مكروه، حتى هو بحد ذاته عمل مباح، ولكن أقول ما الحاجة إلى هذا المباح؟ أنت عندك طعام لذيذ مفيد طيب الرائحة، طعام فاخر مميز، وتأكل طعاما عاديا عاديا عادية، ليس غريبة؟ من النظر الدنيوي أتكلم، لا أتكلم عن من يزهد، لا، من النظر الدنيوي هذا العمل صحيح؟ لا. الذي يأكل الطعام العادي لأنه ما عنده طعام فاخر، ما عنده طعام نافع مفيد، يأكل أي طعام حصل عليه. أنت عندك شيء فاخر، وما أفخره من شيء، تذهب إلى أشياء على الأقل على الأقل توافه لا معنى لها، ليس غريبا؟ هؤلاء صنعوا، نحن اتبعناهم، اتباع الناس من دون تفكير في أسباب تلك الأمور، هذا شيء صحيح؟ لا، شيء غير منطقي. ينقل يقال أن رجلا كان يذهب إلى الحمامات، الحمامات العامة التي كانت سابقا، في الحمام بعد أن يغسل جسمه يريد أن يغتسل، ينوي بصوت يسمعه من حوله، يقول اغتسل غسل الحيض قربة إلى الله تعالى. رجل في المرة الأولى قالوا لعله يمزح، في المرة الثانية أيضا رجل يقول اغتسل غسل الحيض قربة إلى الله تعالى، في المرة الثالثة الرابعة أو لا مصر على هذا الغسل. سألوه قالوا له أنت تغتسل هذا الغسل لماذا؟ قال أنا كنت صغيرا، كان عمري سنتين ثلاث سنوات، أمي كانت تأخذني إلى الحمامات، حمامات النسوية العامة، فبين فترة وأخرى كنت أسمعها تقول أغتسل غسل المرأة، أغتسل غسل هذا الغسل قربة إلى الله تعالى. فأنا من ذلك اليوم علمت أنه يوجد غسل، لأنها كانت تقول قربة إلى الله تعالى، علمت أنه يوجد هناك غسل يقرب الإنسان إلى الله تعالى اسمه غسل الحيض، أنا أيضا في كل مرة أغتسل هذا الغسل. بعضنا هكذا يكون،
من دون معرفة حدود القضايا، فلان كان يصنع هكذا، أنا أيضا أصنع. فلان انظر ظروف فلان تنطبق عليك أو لا تنطبق عليك. نعم ظروفه كانت تقتضي، أنت أيضا ظروفك تقتضي. ظروف هؤلاء تقتضي أن يبتدعوا يخترعوا أفراح لا معنى لها، أنت ظروفك لا تقتضي هذا الشيء، أنت عندك أفراح ناهيك عن عظمتها، عددها أكثر من عدد أفراحهم. كم فرحة عندك في السنة؟ لعله ما يقارب من 20 فرحة أو أكثر. أفراحنا كثيرة ليست قليلة، هم عندهم هكذا عدد من الأفراح ناهيك عن المضمون، مع ذلك تريد أن تتبع ذاك. ذاك ظروفه كانت خاصة، أنت هذه الظروف لا تنطبق عليك. لا، لأن فلان احتفل أنا أيضا احتفل. أقرأ لكم حديثا شريفا وأنهي حديثي. هذا الحديث الشريف حديث مفصل، لعله أكثر من 3 صفحات. كثير من مقاطع هذا الحديث نقله الراوي ليس كلام معصوم، أمور الإنسان يتمكن أن يستغني عن بعض المقاطع في هذا الحديث. القصة إجمالا يتمكن أن يتوصل الإنسان بها ببعض الاختصار، هو ذكر تفاصيل ليست محل حاجة الناس في هذه العصور، بعض التفاصيل غير المهمة. أنا أستقطع مقاطع من هذه القصة وفي آخرها الحديث الشريف عن يعقوب بن جعفر. الحديث الشريف موجود في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 478. عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند الإمام أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام إذ أتاه رجل نصراني فقال له النصراني: أتيتك من بلد بعيد وسفر شاق وسألت ربي منذ 30 سنة أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى خير العباد وأعلمهم. من 30 سنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدني إلى خير الأديان وإلى أعلم الناس وإلى خير الناس. فأتاني آت في النوم فوصف لي رجلا بعليا دمشق، قال: اذهب إلى ذلك الرجل يرشدك إلى أفضل الأديان، يرشدك إلى خير العباد، إلى أعلم العباد. فذهبت إليه فكلمته، فقال ذلك الرجل في عليا دمشق، حسب مقطع من الخبر في غوطة دمشق، منطقة فيه أطراف دمشق إلى الآن موجودة هذه المنطقة، يعني التسمية موجودة نفس التسمية. فذهبت إليه فكلمته فقال: أنا أعلم أهل ديني وغيري أعلم مني. فقلت: أرشدني إلى من هو أعلم منك فإني لا أستعظم السفر ولا تبعد علي الشقة، لو كان في شرق الأرض أو غرب الأرض أنا أذهب إلى أعلم الناس، أرشدني. فقال لي العالم: إن كنت تريد علم النصرانية فأنا أعلم العرب والعجم بها، وإن كنت تريد علم اليهود فباطي ابن شرحبيل السامري أعلم الناس بها اليوم. شخص من علماء اليهود آنذاك. إن كنت تريد علم النصرانية عنده، إن كنت تريد علم اليهود عند فلان، وإن كنت تريد علم الإسلام وعلم التوراة وعلم الإنجيل وعلم الزبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء وما أنزل من السماء من خبر فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد فأرشدك إليه، أنا أعرف شخصا أرشدك إلى هذا الشخص، هذا الشخص يعلم علم الإسلام، يعلم علم التوراة والإنجيل والزبور وكتاب هود وكل ما أنزل على نبي من الأنبياء وما أنزل من السماء من خبر فعلمه أحد أو لم يعلمه أحد، كل هذا العلم موجود عند ذلك الشخص الذي أنا أرشدك إليه.
فأته ولو مشيا على رجليك. ما عندك راحلة؟ امشي على رجليك، اذهب إليه، يسوى. فإن لم تقدر فحبوا على ركبتيك، فإن لم تقدر فزحفا، فإن لم تقدر فعلى وجهك، اذهب إليه بأي طريق. فانطلق. أين هو هذا الشخص ومن هو هذا الشخص؟ هذا العالم يقول له: فانطلق حتى تأتي مدينة النبي الذي بعث في العرب، وهو النبي العربي الهاشمي، فإذا دخلتها فاسأل عن موسى بن جعفر. ثم أعلمه أن مطران علي الغوطة غوطة دمشق هو الذي أرشدني إليك، وهو يقرأك السلام كثيرا. هذا النصراني ذكر قصته إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: جعلت فداك، تأذن لي في الكلام، يعني السؤال؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال النصراني: أخبرني عن كتاب الله تعالى الذي أنزل على محمد. فقال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما تفسيرها في الباطن؟ تفسير الظاهري تفسير ظاهري. هو من العرب يفهم بعض المعاني الظاهرية للآيات القرآنية، آيات قرآنية باللغة العربية. لا، يريد المعنى الباطني لهذه الآيات. ما تفسيرها في الباطن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما حاميم فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي. وأما الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأما الليلة ففاطمة. وأما قوله فيها، دققوا في رجوع الضمير، فيها. وأما قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يقول: يخرج منها خير كثير، فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم. أبارك لكم ذكرى ميلاد المبارك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ذكرى ميلاد الطاهرة، بنت الطاهر، زوجة الطاهر، أم الطاهرين، ذكرى ميلاد سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ذكرى تلك الفرحة الكبرى في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكرى تلك العطية: إنا أعطيناك الكوثر. بتلك الفرحة التي غمرت قلب النبي صلى الله عليه وآله وقلب أمير المؤمنين، بتلك الفرحة التي حلت في السماوات والأرضين، اللهم بحق هذه السيدة المباركة الطاهرة اجعلنا من شيعتها في الدنيا والآخرة، اللهم بحقها بفرحة رسول الله بمولدها فرح قلوبنا بشفاعتها في الدنيا والآخرة،
اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمتها وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم بحقها عجل فرج مهدي آل محمد.